الحالة دي تستحق غنوة. غنوة لبلدي والغنوة بلدي ولدي. برحب بحضراتكم من جديد, وحياة صوت الفنان هاني شاكر, وانه نحن نحب بلدنا وان احنا نتفرج ونتابع المشروعات القومية اللي بتتم على ارضها, وان احنا نسمع صوت التفاؤل طول الوقت باستمرار, ده شيء مهم جدا. بينظر لينا العالم المرحلة اللي جاية عاملة ازاي, مصريين هيعملوا ايه, لا هيعملوا كتير وهيحافظوا على بلدهم زي ما هم محافظين عليها طول العمر وطول السنين يا رب. الحقيقة بنتكلم على دور مهم جدا لجامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية بتضم العديد من المنظمات الدولية, وكل الدول العربية أعضاء فيها, تخوض الحقيقة يعني معارك شرسة جدا سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية في حد ذاته, إنه لازم يكون هناك تنسيق ما بين هذه الدول بعضها ببعض, التناقل أو بتنتقل العديد من الثقافات والأفكار, مهمة أوي إن هي ترسخ وبتحافظ على الهوية العربية. هناخد الجزء ده والجزء الأهم فيه, وهو التناول الثقافي ما بين الدول العربية والفولكلور والشعر والغناء وكل الثقافات اللي احنا تربينا عليها في دولنا العربية, وكل دولة محافظة على هويتها من خلال التنسيق العام لجامعة الدول العربية. اسمحوا لي ارحب بضيف وضيف حضراتكم. برحب بالدكتور عصام البرام, الوزير المفوض بجامعة الدول العربية. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك في مصر. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. حضرتك جنسيتك من اي دولة عربية؟ انا من العراق. من العراق. نعم. اهلا وسهلا. العراق الشقيق. ان شاء الله إن شاء يعني الله. تكون الامور افضل بكثير جدا إن شاء الله. ان شاء الله. انه العراق دولة من الدول المهمة جدا لمصر, وشقيقة فعلا وغالية, وبيننا الحقيقة توأمة سنين شكرا. طويلة. شكرا. شكرا. دكتور عصام, هنروح لجزء مهم جدا وهي الثقافة وتناولها في جامعة الدول العربية. العديد من البرامج بتوضع هناك الحقيقة تزاور ثقافي إن أجاز التعبير ما بيننا وما بين كل دول العربية. مصر الحقيقة محط الحقيقة ومحطة مهمة جدا, محطة وسط لكافة أشقائها العرب. فعلا. من فضلك وضح لي الجزئية دي وإيه أهم البرامج اللي بتقام دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للاستضافة الكريمة. تشكل الثقافة انعطافة كبيرة في حياة الإنسان, هذا شيء لا خلاف عليه. هذه القوة الناعمة, السلطة الناعمة, الشفافية التي تمتلكها في عملية التعامل مع المجتمعات العربية وحتى أن قلنا المجتمعات في خارج المجتمع العربي. اليوم المجتمع العربي من خلال الثقافة يستطيع أن يتواصل ويتجاوز العديد من مشاكله السياسية والاجتماعية والاقتصادية. من خلال وجود قوة كبيرة يستطيع من خلالها الإعلامي والكاتب والروائي والشاعر وكل المبدعين العرب في هذه الأيام وفي هذه الفترة التي نعيش حالة من الأزمات والتحديات, تستطيع الثقافة أن تتجاوز كل هذا الشيء, وتستطيع أن تزرع الفكر العربي أو تزرع هذه الروح القومية العربية العروبية بشد المجتمع العربي من مشرقه إلى مغربه. اليوم بوجود المؤتمرات الثقافية, بوجود مجتمعات تحمل بذور داعية إلى الوصول إلى مرسى الأمان أو فكر الأمان في مواجهة الإرهاب الذي يضرب العالم العربي اليوم. يعني لا أخفيك أنه كان معرض القاهرة الدولي الكبير الأخير, وقبله كان معرض الشارقة والجزائر ومعرض بغداد الكتاب. هذه المعارض التي تنتشر والرياض, هذه المعارض التي تنتشر في وطننا العربي الكبير تشكل إضافة وانعطافة كبيرة في وعي الفرد والمواطن العربي. صحيح. وبالتالي فهي جمع شامل للمثقف العربي إن كان في أي عاصمة عربية. وبالتالي إذن هو يستطيع من خلال الكتاب, من خلال المعرض, من خلال المشاركة, من خلال الفعاليات التي تقوم على هامش المعارض, معرض الكتاب, تعطي دافع أساسي في مواجهة ما يحيط الآن واقعنا العربي. أنا بشكرك طبعا أنك حضرتك ذكرت جزئية الإرهاب, لأنه الإرهاب لا يمكن أن يجابه فقط بالقوة أو بالأمن, لكن هناك كمان تفكير والثقافة لها دور كبير جدا وتلعب دور كبير جدا. وأنا بشكرك أيضا برضه على
ذكرك لمعرض الكتاب، لأنه الحقيقة كان هناك إقبال شديد فوق العادة بالضبط في فعلا. هذه الدورة فعلا. الحقيقة وشفنا أشقائنا العرب كتير قوي فعلا. في أروقة معرض الكتاب، وكان نسبة المبيعات ونسبة الكتاب الحقيقة في زيادة، وده شيء يدعو للتفاعل أنه ما زالت الثقافة هي المنارة الأساسية لتغيير الفكر فعلا. وإحنا بنتكلم على العراق، يعني العراق منارة ثقافية كبيرة جدا، يعني العديد من العلماء اللي أناروا الشرق الأوسط خرجوا من هذا البلد العريق. أنا هتكلم على الجزئية الأهم، إزاي نقدر نعود مرة تانية بقوتنا الناعمة دكتور، إزاي نقدر نوصل مرة تانية لأفكار المتطرفين ونغيرها، لأن ده جزء مهم جدا. نعم. هل في آليات جديدة إحنا ممكن نتخذها ونبعد شوية عن أكيد. القديم؟ تفضل. أكيد فن. أكيد إحنا اليوم كما أشرنا إلى موضوع معارض الكتاب والمهرجانات الثقافية التي تحصل، الإرهاب كفكر اليوم يعني يواجه بالسلاح. نعم. يواجه بالقوة. أنا برأيي المتواضع يعني أقول، وقلتها في أكثر من مؤتمر، حتى قلناها في مؤتمر الإسكندرية الدولي الأخير الذي عقد في شهر يناير الماضي، الإرهاب كفكر بحاجة إلى محاربته أيضا بفكر. يعني اليوم احنا واجهنا الإرهاب في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي دول أخرى، بحاجة إلى أن نوعي المجتمع العربي، أن نبتدأ بالطفل، أن نبدأ بالمدرسة، أن نبدأ بالجامعة، أن نسعى من خلال منظمات المجتمع المدني، من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال عقد الندوات والدورات، لكي نصل إلى الفكرة أو جوهر الفكرة أو لب الفكرة، أن هذا الإرهاب يجب علينا أن نسعى بتجديد خطابنا في مواجهته. التجديد بالفكر، التجديد بالخطاب الديني، التجديد بالأسلوب الذي كيف نتعامل مع ما ترد لدينا من أفكار من خارج وطننا العربي. والإسلام براء من كل ما يصبو إليه مما صحيح. يدعو إلى أن الإرهاب وهذا ينتمي إلى الديانات صحيح. الإسلامية خلينا أو ديانات الأخرى. خلينا نكون متفقين أنه هذا الإرهاب هو مصدر لمنطقتنا أكيد. نعم. عشان نعم. يحصل اللي بيحصل ده، وبالتأكيد نعم. أنه أبنائنا وأبناء الشعوب اللي تربوا وتعلموا تمام. على فولكلور والموسيقى والغناء والشعر، ما أعتقدش أنه يقدر يوصل لده إلا إذا كان في فترة من الفترات يعني تم البعد عن هؤلاء الشباب. هنا في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما ينادي بتجديد الخطاب الديني، بالحوار مع الشباب، بعودة مرة أخرى الثقافة والفنون لأصلها. احنا بنتكلم على قوة ناعمة غاية في الأهمية. شايف ده ازاي في منطقتنا العربية؟ بنعود ليه مرة تانية أهم البرامج اللي بتقدمها جامعة الدول العربية في الجامعة العربية تقوم بدور فاعل وكبير في موضوع الثقافة أو في موضوع الإعلام، يعني في أكثر من مناسبة عقدت الدورات والندوات الثقافية التي تدعو فيها المؤسسات الرسمية وأيضا المؤسسات غير الرسمية مع منظمات المجتمع المدني، وآخرها أيضا كان مؤتمر الاتحاد العالمي للشعراء الذي عقد في الجامعة العربية قبل أسبوعين، وأكد على الأنسنة العالم والهوية العربية الثقافية ودور الثقافة في مواجهة الإرهاب، وأن العالم العربي دائما يسعى وينقض كل ما هو يحاول في نبذ الطائفية والعنصرية والشعوبية والمسائل التي تبعد الإنسان العربي عن خصوصيات العروبية القومية. أعطينا صورة من خلال هذه المؤتمرات ومن خلال هذه المهرجانات، وأكدنا دائما أن الإرهاب يجب أن يحارب بالفكر، بالأدب، بالقلم، بالثقافة، بالقصة، بالشعر، بالموسيقى، بكل وسائل الإبداع والفنون الإبداعية التي تصل بالإنسان العربي إلى حقائق جديدة صحيح. تضعه في مراسي وفي جو يناسب بما هو الآن ركاب العالم الذي يسعى عليه. نعم. نريد أن نعطي من خلال هذه المؤتمرات الأخيرة التي عقدت في الجامعة العربية أن العرب أو المسلمون وغير المسلمين وغير المسلمين هم مجتمعات عاشت على هذه الأرض، عاشت على هذه الأرض التي هي مهبط الرسل والأنبياء، هي مجتمعات عدوانية، هي ليست مجتمعات عنصرية، هي ليست مجتمعات طائفية صحيح. إنما هي مجتمعات دائما تسعى إلى الحب والسلام والوئام. والدليل كما ترون إن ما يحدث الآن من اجتماعات ومن دورات والمؤتمرات، إن كان على مستوى الجامعة العربية أو على مستوى المجتمعات المدني في القاهرة أو في الرياض أو في الخليج العربي وأيضا في المغرب العربي،
هي رموز ودلائل تؤكد أنه الإنسان العربي والمثقف العربي دائما يسعى من أجل تحقيق الأهداف. عايزين نقول كمان أنه تم خطة ممنهجة لهدم الثقافة العربية، وزي ما بنشوف أنه بعض من الدواعش والإرهابيين وما سمي على شكلتهم بيستهدفوا أول حاجة الأثار المتاحف، وهي رمز الثقافة والعلوم اللي كانت موجودة. نعم، نعم. يعني ده بالتأكيد يدلل على أنه قد كده الثقافة هي شيء خطير ومرعب. نعم. لهؤلاء الإرهابيين. فعلا فعلا. الحقيقه في المؤتمر مجلس الشعراء العالمي اتحاد الشعراء العالمي وكان هناك كلمه في داخل المؤتمر كانت مهمه جدا، وهي انسانه العالم. يعني هذا اللفظ انا اتخيل دكتور انه بنعود ليه مره تانية بعد سيطره الحاله الماديه على الشعوب. نتحدث عن الاموال، نتحدث عن البترول، نتحدث عن كثير من القضايا، ولكن الإنسانيات نعود ليها مرة تانية بمشاعر بتذوق للشعر. بالضبط بالضبط. يعني هو موضوع هذا الشعار، يعني أو كما أشرت أنسنة العالم، هو كان كرد فعل قوي وصارم اتجاه ما يحدث الآن من عمليات الإجرامية والعمليات الإرهابية والتحديات التي تواجه الآن الإنسان باسم الإسلام، والإسلام براء منها. نعم. كانت مثل هذه المؤتمرات تعطي مفهوم جديد أنه يا أيها العالم، نحن نسعى كما كنا في العصور السابقة أنه الإنسان يعيش في إنسانيته، وعلينا أن نعطي دلائل حقيقية لقيمة الإنسان. لماذا المادة أخذت بالإنسان وجرفته نحو صحيح. الماديات صحيح. وأبعدته عن المشاعر الحقيقية بين الإسلام، بين الفرد العربي أو غير العربي، إن كان في الشرق أو كان في الغرب. نحن اليوم في الاتحاد العالمي للشعراء نريد أن نؤكد من خلال هذه الرسالة التي بعثناها أن نوحد الشعور العالمي والمبدع العالمي لكي يصب دائما في ثقافة تكاد تكون واحدة، أو تستفيد كل ثقافة من ثقافات الأخرى. هنالك يجب أن يكون تفاعل ثقافي صحيح. عربي غربي صحيح. شرقي، من أجل أن صحيح. يكون هدف واحد بعضنا في مواجهة بعض هذه التحديات التي صحيح. تحصل الآن صحيح. في العالم. يعني مش ممكن يكون معايا شاعر كبير زي حضرتك دكتور عصام وما نسمعش حاجة من شعر حضرتك. نسمع. وبالتأكيد بشكركم على أنسنة العالم مرة تانية، لأنه بالتأكيد ده هيحط هذا العنوان الكبير، هيرجعنا مرة تانية لأدميتنا. تفضل يا فندم. نسمع. شكرا. هذا نص قرأناه على هامش الاتحاد العالمي للشعراء في اليوم الثاني. كان أيضا عندنا مهرجان للشعر العربي، وشاركت في كوكبة كبيرة من الشعراء العرب من مصر والسودان. نعم. والخليج، السعودية والإمارات. نعم. وسوريا. أنا عايز أنوه برضو أنه الاتحاد العالمي ده شعراء من كافة أنحاء العالم وليس نعم. للوطن نعم. العربي فقط، يعني هناك تواصل مع الشعراء. كان الشعراء معنا من النمسا. نعم. أيضا ومن السويد. نعم. فكان مترجمين يترجمون اللغة الثانية. نعم. تفضل يا فندم. نقرأ. كذب العراف فوراء ضفاف الموت تظل ضفاف، والرحلة إن مات بها السر فأنت البحر وأنت الزورق وأنت الحلم وأنت المجداف، وإن وراء الصيف الذاهب والصيف الآت والصيف المتمزق من عطش في الذات، ستظل ربيعا لم يمسسه جفاف، قد تأخذه سنة نوم قد يغريه سبات، فتنام يد ويجف على الحبر وطن ويراوغ عن لقياك العراف. أتململ في الحرف ولم أسأل، أتململ في الحرف ولم أسأل، أتململ في الحرف لأحرج هذا الصمت، أخدش
قاع البحر فيمتد كحبل سري في جوف الليل النائم في الأصداف. الله. يا وطن الروح، يا وطن الروح، أبقيتك ركنا في داري، رسما مصلوبا ما بين الحائط وزمن الإنسان. تركتك اسما، بيتا من شعر، شفة علقت في كأس من خمر، حزمة ضوء من فجر، أتلمس فيها دربا ما بين الذكرى والنسيان، ما بين يكون وكان، ما بين يكون وكان، أتلمسك يا بغداد، أتلمسها معنى في صورة يتوزع فوق شظايا مكسورة، أتلمسها يا بغداد، أتلمسها هنا في هذا المقهى، في ذاك المقهى، في جزر تبحث عن شطآن، في غرف داكنة الألوان، كنا فيها يوما رقما بلا عنوان. وأجفف صوتي قرب الموقد في صمت، ولوحدي فأنا أعرف إنك لن تأتي، حسبك أن لا موت وراء الموت، فلماذا تسأل عمن عندي وما عندي، ولماذا تأتي؟ الساعة جازت منتصف الليل والشارع خال إلا من ظلي، إلا من صوت يجهش في صدري، ونوافذ جيراني أطفأها الحزن، وإني أخشى أن أوقظها وأخاف عليها مني. الله الله. يعني أن لا موت وراء الموت. نعم. وأنت تناجي يعني وتدلل بغداد. الله إن شاء الله بتعود مرة إن تانية. إن شاء الله إن شاء الله. دكتور عصام، يعني أسعدتني بهذا اللقاء. أنا سعيد. وبشكركم على مجهودكم الحقيقة، وأن يكون هناك اتحاد لشعراء العالم ويكون بينطلق من جامعة الدول العربية. إحنا هنا ما زلنا في الخط الصحيح، وإن شاء الله بتعود كل الدول العربية مرة تانية. إن شاء الله. وأنا متفائل جدا في الأيام القادمة. شكرا جزيلا. أشكرك. شكرا على الضيافة الكريمة. أشكرك فندم، ونورت مصر. وجودك الطيب. أشكرك فندم. تعيش مصر إن شاء الله. شكرا جزيلا لمعالي الوزير المفوض بجامعة الدول العربية الشاعر الدكتور عصام البرام. الحقيقة كان هناك حوارا مهما جدا، أن يكون أنسنة العالم، أو نعود مرة تانية للإنسانيات اللي احنا بنتعامل بيها بعضنا مع بعض، لأنه ده بالتأكيد هياخدنا لعالم أفضل. هخرج لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ألتقي بحضراتكم، أتكلم في موضوع غاية في الأهمية، وهو مكافحة الفساد، وأنه مصر تخرج من الرقم 137 ل 97 في وقت قليل جدا. هناك رغبة حقيقية، هناك مواطن مصري يريد أن يعيش حياة أفضل. بعد الفاصل.